سرعة في نقل الأخبار، تنوع في المصادر، دقة في نقل المعطيات، تصريحات حصرية، جولة حول العالم بين يدي على الموقع الإلكتروني لجريدة العرب. متابعي قناة تلفزة تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم، البرنامج اللي يجيكم الاثنين للجمعة 9:40 متاع الليل. آخر حلقاتنا هذا الأسبوع، ما زلنا مواصلين في متابعتنا للتغطية الاستثنائية في هذا الظرف الاستثنائي اللي تعيشه تونس على خلفية انتشار فيروس كورونا. إلى حد الآن أكثر من 650 إصابة بهذا الفيروس وأكثر من 25 حالة وفاة للأسف الشديد. إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. ما زلنا مواصلين في محاولة إيصال المعلومة للمواطن، وأيضا في محاولة ليعلم المواطن أهمية هذه الفترة اللي تعيش عليها البلاد، أهمية هذه الفترة اللي تعتبر بمثابة الحرب ضد فيروس كورونا، وواجب أنه الوعي بخطورة المرحلة والإدراك أنه الحل الوحيد لهذه الفترة هو التباعد الاجتماعي والتزام الحجر الصحي. ومش مرة ولا اثنين باش نذكركم بواجب الالتزام بالحجر الصحي، لأنه الحل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة. في حلقة اليوم من برنامجنا كالعادة سنتحدث عن آخر الأرقام وآخر المستجدات الوطنية بشأن انتشار الفيروس، نتحدث عن الجانب التضامني أيضا في هذه المرحلة الصعبة اللي تعيشها تونس، سنتحدث عن الوضع في فوشانة، عن الوضع في رادس، أيضا ستكون لنا مداخلة من مصر للحديث عن آخر المستجدات هناك بشأن انتشار الفيروس. كالعادة ستكون لنا مداخلة من أحد الدول وين مازال فما عدد من التونسيين العالقين غادي، واليوم نتحدث عن التونسيين العالقين في قطر. في بداية حلقتنا كما قلنا نحب نعرف الوضع في بعض مناطق الجمهورية، والبداية باش تكون بجهة فوشانة، وباش ناخذ معنا حاليا رئيس بلدية فوشانة نور الدين بن شريمة. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا لقناة تي في على متابعتها. شكرا للوضع اللي تعيشه البلاد، ان شاء الله نخرج منه سالمين باذن الله. ان شاء الله، شكرا لك سي نور الدين. سي نور الدين، في البدايه شنو هي الاوضاع في فوشانة اليوم؟ استعدادات البلديه كيفاش كانت لمجابهه هذا الفيروس والوضع عامه هناك؟ باهي، بالنسبه لبلديه فوشانة مثلها مثل اغلب البلديات نتاع الجمهوريه، احنا كنا في عملية استباقية نظرا انه الوضع عالميا دا تفشي الوباء منذ نهاية شهر فبراير. احنا من بداية مارس كنا مستعدين لهذا، كوننا خلايا في كل بلدية تقريبا، بلدية فوشان كوننا خلية ازمة وبدينا نتعطى منذ الفترة الاولى مع المستثمرين، مع مواطنين، في توعيتهم، في تحسيسهم بخطورة الوباء هذا، وبدينا بقرارات، اتخذنا القرارات بصفة تدرجية، بدينا معناتها كل مرحلة، بداية الإغلاق في فترة معينة المقاهي، المطاعم، المحلات التجارية، كذلك قبل ما يقع إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية كنا زد وزعنا المنتجات ووزعنا معناتها بعض وسائل النظافة، وبدينا في عملية التعقيم. ثم تدرجت المسألة وقت أصبحت أكثر خطورة، وبدأت موضوع الوباء هذا يقرب من بلادنا ووصلت الولايات القادمة، فخلينا إجراءات أكثر صرامة، وبدأنا في عملية إغلاق المقاهي والمطاعم، وعملية التعقيم كانت عملية دورية متواصلة بالليل وبالنهار. جميع المؤسسات اللي موجودة داخل المنطقة البلدية فوشانة وقع تعقيمها، كذلك معناتها الشرطة البيئية مشكورة، معناتها قدمت خدمات كبيرة، ما ننساوش أعوان النظافة اللي هما جنودنا في الصف الثاني بعد الإطار الصحي، كانوا كذلك متواجدين. عملية النظافة كانت مضاعفة بشكل أكبر باش نتفاداو لا قدر الله معناتها هالوباء. بالنسبة لفوشانة الحمد لله كانت عندنا 22 حالة كانوا في الحجر الصحي،
آخرهم غادر معناتها يوم السبت الماضي، والحمد لله النتائج كلها سلبية والحالة أكثر من عادية بالنسبة لهم. يعني في فوشانة ما فهم حتى إصابة إلى حد الآن بالفيروس؟ لا، عنا زوز إصابات زوز إصابات. الإصابة الأولى الخبر من أول أمس أنه معناتها تعافى، والثاني الحالية في صحة ووقعت متابعته، وإلى حد الآن معناتها الوضع متاعه مستقر. يعني حاليا عندنا حالة وحيدة ومتابعتها كل يوم، وإلى حد الآن الوضع مستقر. أكيد نتمنى له الشفاء كما بقية المصابين بهذا الفيروس. سنردين اليوم المد التضامني في فوشان. نعم. شفنا فما عمل من البلدية ومن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لإعانة المحتاجين، لأنه بصراحة خلينا نكون واضحين، نعرف أن فوشان من المناطق على الأقل في تونس الكبرى من المناطق اللي تعاني من نسب فقر كبيرة. كيفاش كان العمل على هذا الجانب؟ نعم، بالفعل احنا العمل الاجتماعي هذايا كان من بين المهام نتاعنا كبلديه وكذلك المعتمديه والمجتمع المدني، وانطلاقا من توصيات السيد وزير الشؤون المحليه والسيد وزير الداخليه، وقع تكوين لجنه محليه على مستوى المعتمديه. اللجنه هذه مهمتها هي عمليه التبرع وعمليه توزيع المساعدات. اللجنة متكونة من المعتمد ورؤساء بلدية فوشانة وبلدية نعسان، وممثل على الوحدة المحلية، ممثل على اتحاد التضامن الاجتماعي، وعمد المنطقة. طبعا دور المجتمع المدني كان دور فاعل. عملنا جلسة أولى في المعتمدية يوم 3 أبريل مع مكونة المجتمع المدني، وعملنا جلسة أخرى يوم 4 أبريل، عملنا عملية تنسيق ووزعنا المهام. كوننا تقريبا أربعة فرق باش العمل يكون منظم ومهيكل. أربعة فرق: فريق للتجميع، فريق لقبول التبرعات، فريق لإعداد السلات أو ما يسمى بالقفة، وفريق يهتم بعملية التوزيع. اليوم الحمد لله معناتها عنا تقريبا 5 أو 6 أيام جينا في عملية تجميع. ما شاء الله معناتها المد التضامني مد كبير. نشكر أغلب المؤسسات الصناعية اللي مدتنا بمساعدات، كذلك ما ننساش شركة المزرعة اللي قدمت لنا تقريبا 800 سلة. الجزء الأولاني نتاعها وصل، هذه فيها معناتها سلة فيها دجاج فيها سلامي فيها عظم، يعني محترمة. وبالإضافة إلى أنه المواطنين كيف معناتها كانوا سباقين، عملنا احنا في كل مغازة سلات للتجميع، وزعنا الشباب في اغلب المغازات والفضاءات التجارية. واليوم الحمد لله يعتبر يعني عرس في فوشانة. الشباب تقريبا اكثر من 50 شاب مجموعين في المعهد الثانوي، طبعا متباعدين شوي على بعضهم حفاظا على صحتهم. المجموعة اللي قاعدة ممتاز برشا سينودي، والمجموعة اللي قاعدة تحضر في الكراتين، والليلة بنخرجوا إن شاء الله بداية التوزيع كرتون مواد غذائية كاملة مع الكرتون اللي جانا من المزرعة. يعطيكم الصحة على المجهودات هذه سينوردين، وبلغ تحياتنا للشباب الكل اللي قايمين بالعمل. شكرا. الهام هذا. يعطيك الصحة رئيس بلدية فوشانة نوردين بن شريمة. شكرا لك. دعوة المواطنين، دعوة المتساكنين في فوشانة، دعوة لكل التونسيين باش يلتزموا الحجر الصحي لفائدتهم لفائدة أسرهم لفائدة بلادنا، لأنه إمكانياتنا ضعيفة وربي سبحانه وتعالى حفظنا، فنحاول نلتزموا باش نخرج هذا الأسبوع هذا والأسبوع. شكرا لك. أخف النتائج وأخف الأضرار. مشكورين جدا. شكراً ليك نور الدين بن شريمة رئيس بلدية فوشانة، يعطيك الصحة. كما شفنا يعني المدى التضامني بصراحة في كل جهات الجمهورية في كل المناطق، وهذه الحمد لله الشيء الإيجابي. ما زلنا مواصلين في حلقتنا متابعينا الكرام، والحدث اللي كان البارح يعني بصراحة فخر كبير لتونس. الحاجة اللي فرحت برشا أتوانسة رغم كل موجات التشكيك كان يعني قيام المخبر المرجعي لمستشفى الرابطة باكتشاف الأيرين هو التسلسل الجيني لفيروس كورونا. يعني كفاءات طبية تونسية بقيادة الدكتورة
والباحثة إلهام بوطيبة تمكنت من هذا الإنجاز. هو الشيء يعني المهم في هذا الإنجاز أنه التسلسل الجيني للفيروس باش يمكن يعني من أنه مقارنة الفيروس هذا بالفيروسات اللي منتشرة في إيطاليا وفي الصين. أيضا فإنه يعني اللي خرج بها الاكتشاف هذا أنه الفيروس بها قشرة خارجية فيها أشواك تلتصق في الخلية، وأنه يولد حوالي 30,000 نسخة داخل الخلية. اكتشاف كان ممتاز برشا للكفاءات الطبية والبحثية التونسية، ويدل على أنه تونس ولادة وأنه قادرين على القيام بكل شيء، يعني وخاصة أنه الكفاءات هذه في صورة أنها ما تهجرش إلى الخارج، فأنه قادر على إفادة بلادها بطريقة كبيرة. خلينا نشوف هذا التقرير حول هذا الحدث اللي شرف تونس وفرح برشا تونس، ثم لنعود للحديث. أعلن مخبر التحاليل في مستشفى شارنيكول البارح عن التعرف عن التسلسل الجيني لفيروس كورونا في تونس، وهذا ما أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، وأكد زادة أنه يعتبر فخر كبير لتونس وللكفاءات الطبية التونسية، واللي باش يمكن من مقارنة التسلسل الجيني للفيروس مع بلدان أخرى مثل الصين وإيطاليا باعتباره متغير. وكشف أنه الدكتورة إلهام بوطيبة وفريقها الطبي هما اللي توصلوا للإنجاز العلمي هذا بعد مجهودات كبيرة في مختبر الرابطة. من جهتها أفادت رئيسة المخبر المرجعي في مستشفى شارنيكول إلهام بوطيبة بأن التعرف عن التسلسل الجيني لفيروس كورونا باش يمكن من مقارنة هالفيروس المنتشر في البلاد مقارنة بكل من الصين وإيطاليا وبلدان أخرى، وأنه تم التعرف أنه للفيروس قشرة خارجية بها أشواك يلتصق بها في الخلية، وبينت أنه الفيروس يولد حوالي 30,000 نسخة داخل الخلية، وأبرزت أنه الفيروس هذا زاد قد يخطئ في نسخ النسخ الملائمة له. وكشفت في ذات الوقت أنه الإنجاز هذا باش يمكن المختبر من التعرف على التسلسل الجيني للفيروس من كيفية تطور الوباء وكيفية تنقله، خاصة أنه المختبر قام بالتحليل الجيني منذ الأسبوع الفارط دون طلب المساعدة من مخابر خارجية. ويعتبر الإنجاز العلمي هذا اللي حققه مختبر الرابطة ورغم التشكيك فيه من قبل العديدين نقطة تحول كبيرة في إطار سعي تونس لمحاربة فيروس كورونا والنجاح في الحد من انتشاره لدرجة كبيرة، ويمثل دليل آخر على كفاءة الإطارات البحثية والطبية التونسية اللي تقوم بدور كبير إلى جانب السلطة المختصة في إخراج تونس من الوضع اللي تعيش فيه في ظل انتشار فيروس كورونا. كما شفنا متابعينا الكرام، يعني حاجة تفرح برشا ما قامت به الكفاءات البحثية والطبية التونسية في مستشفى الرابطة في مخبر الرابطة من اكتشاف التسلسل الجيني لهذا الفيروس، خاصة أنه النتائج الأولية للأبحاث اليوم أثبتت أنه يعني الفيروس هذا المنتشر في تونس له نفس الخصائص الجينية للفيروس المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أكدته رئيسة مخبر إلهام بوطيبة، وأكدت أن المخبر تمكن من تحديد التركيبة الجينية لعدد من العينات الإيجابية اللي رفعت لمصابين بفيروس كورونا، وأن البحوث اللي أجراها المخبر منذ أكثر من أسبوع كانت بدون أي مساعدة من مخابر أجنبية، وقالت أن سلالة الفيروس تنتمي إلى نفس السلالة المتواجدة في الولايات المتحدة. يعني بصراحة كفاءات قامت بعمل كبير، يعطيهم الصحة، وإن شاء الله في انتظار أنه الكفاءات التونسية أو العالمية أنه نلقاه لقاح لهذا الفيروس اللعين ونلقاه الدواء وتوفى الغمة اللي خايفين منها كل متساكني الكرة الأرضية. ما زلنا مواصلين متابعينا الكرام في الحديث عن الأوضاع في بعض الجهات، ما زلنا في جهة بن عروس نتحدث عن رادس، وناخذ معنا حاليا رئيس بلدية رادس جوهر السماري. مرحبا بك سي جو. بارك الله فيك، مرحبا بكم. جوهر السماري هو. السماري، شكرا لك سي جوهر. في البداية الوضع في رادس عامة بالأرقام، يعني حول عدد الإصابات بفيروس كورونا واستعدادات البلدية لمواجهة هذه الجائحة.
والله وضع راس الحمد لله. يعني بالنسبة لنا احنا كانوا عندنا 10 حالات، وصلنا ل 10 حالات. عندنا حالة تماثلت للشفاء نهائيا، وعندنا تقريبا الحالات كلهم حالات مستقرة، اغلبهم فات فترة الحجر الصحي بأسبوعين، دونك قاعدين يعملوا لهم في لي بريليفمون. دونك بور لا بروميير فوا، خاطر لازم دو بريليفمون بور كونفيرمي. قاعدين دونك الحمد لله ما عندناش حالات يعني توا حرجه. حتى الحالات اللي كانت حاله كانت في اطار يعني في مستشفى، رجعت للمنزل ولاباس، يعني قاعدين حالتهم مستقره والحمد لله. إن شاء الله. وكلنا اتصل بهم، ورئيس البلديه هو اللي اتصل بهم، ولو اصبحوا عائلتي يعني كل نهار نتصل بهم باش نطمن ونشوف شنو إن شاء الله الاوضاع. إن شاء الله ربي يشفيهم. سي جوهر، مدى احترام الحجر الصحي في رادس؟ والله لأنه احنا بصراحة في بقية عددنا المناطق ما شفناش احترام كبير للحجر هو الصحي. الحجر الصحي هو الذاتي اللي بدينا بيه احنا، خاطر وصلنا لعدد مهم خاصة في الناس اللي مسافرة ورجعت من السفر. وصلنا تقريبا 70 حالة احنا في الحجر الصحي وقتها. بداية شهر مارس كانت عندنا تذبذب، احنا مشينا ياسر في العمل التحسيسي من الاول، وانا خدمنا على العمل الاستباقي برشا انه باش يكونوا واحد. فما صحيح فما خلال من الاول، خاصة صار لنا بعض إخلالات احنا كبلدية وقفنا لها، يعني تحركت برشا المجتمع المدني خاصة، والجيران الناس قاعدة تتبع في بعضها، وذاك زاد أعطانا احنا شحنة باش نجموا نزيدوا نواجهوا العملية هذاك. دونك الناس الكل واحد نجم نقول لك اللي نسبيا مهم. أما توا في الفترة الثانية، خاطر احنا الفترة ما بعد الحجر الصحي الذاتي حجر على الصحي مستوى العام تو. العام، وقت انتقلنا الفترة هذه ولينا انتقلنا فترة أخرى اللي هي فترة أن المواطنين الكل مدعوين أن يكونوا يشدوا الديار، أن الناس الكل تستقر في الوحدة. ثم أماكن من اللي هي تمثل ذات كثافة احنا شعبية معينة، واللي هي تمثل أكثر حساسيات خاصة من الفئات المجتمعية الهشة، هي اللي تشعر بها المكالمك هذيك اللي هي فيها عدم احترام، يعني وتحسهم انهم ما همش ناخذين الامور بجديه. وذاك ليش احنا من اول البلديات اللي عملنا الحملات التحسيسيه ليلا، وخرجنا عنا ميني بيوس تخدم نهار كامل، وعنا مشينا بكل الطرق يعني نحاولوا باش نتواصلوا معهم. وانا كل نهار راني موجودين يعني مستشارين يعني المجلس البلدي زاد ميدانيين ولينا ولا الحق. معناتها احنا كي نقولوا مثلا ان مدينه راس بالنسبه مثلا للجرايات البريديه وبالنسبه لك التكاثف على ذلك، خرجنا سلامات لانه استبقنا، يعني عملنا برشا جلسات ودخلنا معانا برشا من المجتمع المدني والجمعيات وقطع معناتها ترتيبهم. الا انه كي نجيو نشوفوا مثلا فتره خاصه توا مع اقبال خاصه حكايه المنح، وقت اللي الناس تستنى فك المنح وقت الواحد تعويضات شويه، هذيك اللي خلات يمكن الواقع الحال يعني معناتها ممكن يجي يهتز. احنا استبقناه زاد على مستوى اللجنه المحليه للكوارث مع المعتمديه ومع الشؤون الاجتماعيه، عملنا اتفاقيه على ان ننضم لعمليه الدعم، الدعم التطوعي، يعني الناس باعانات واحد وقاعده تمشي بسلاسه، وقاعد يشعر المجتمع انه فما مد تضامني خاصه قاعدين من مختلف الاحياء. هذا اللي باش نسالوك عليها سي جوهر، يعني اليوم المد التضامني في رادس، نعرف فما برشا عائلات محتاجه كما بقيه جهات الجمهوريه، كيفاش كان تعامل البلديه مع هذا والله احنا بلديه هو جزء، يعني هو لانه اللجنه هذه هي لجنه محليه يشرف عليها رئيس السيد معتمد مع الشؤون الاجتماعيه مع البلديه كطرف. احنا كل المد اللوجستي حضرنا لهم المكان، عقمنا ودعينا المجتمع المدني، احنا بيدنا دعينا اصحاب الشركات، انا في شخصي انهم يحضروا انه نمدوا لهم المدد، وهذا قاعد يصير الحمد لله. مع الناس استجابت، عندنا امكانيات ولا تلبس بها محترمه، نشكر الناس اللي قاعدين يتوافدوا باش يمدونا المواد الغذائيه. وفما متطوعين قاعدين يسهروا باش النهار كامل يحضروا هك الهدايا اللي نسميها للناس العائلات المعوزه، وفما في الليل تقع معناتها تحت رقابه الامن وتحت متابعه السلطات انه يقع توزيعها. قاعدين الناس يجيهم اذا لمنازلهم. هذا لنا جانب زاد العديد من المنظمات اللي قاعدة تشارك حتى هي من نفسها، والمجتمع زاد قاعد يتحرك بصفة عامة يعني. وهذا أكيد ليش في رأس احنا الحمد لله معناتها مستقرين. أنا شنو اللي وعد أنه
العمليه الاسبوعين هذه هي اللي احنا قاعدين توا معناتها نخوضوا في تجارب اخرى معناش مستانسين بها احنا كعمل بلدي رؤساء البلديات. فوالا هذا ان شاء الله ان شاء الله نتمناه الشفاء لكل الحالات المصابه في رادس. ان شاء الله ربي يحمي اهالي رادس وكل اهالي مناطق الجمهوريه. شكرا لك رئيس بلديه بارك الله فيكم سمير. يعطيك الصحه. انا تلفزا تي في لان تهتم بواقع البلديات انا نتبع برشا وانا نتبع واحد. بارك الله فيكم. ان شاء الله نزيد ان شاء الله الناس انا مرات نكون متشدد شويه لان زاد السلطات الامنيه تعبوا يعني والجانب أكيد. أكيد اليوم الجانب الردعي مهم في بعض الأحيان. مرات يلزمني نتحركوا معاهم بطريقة مرات يشوفوني متشدد لكن راني في داخلي يعني إنسان معناتها منحب الخير من المدينة هذه منحبش والوطن بصفة عامة منحبش مدينتنا تمس ولا إن شاء الله ديما الأرقام تمشي إلى الوراء وكي نحسوا رقم يوخر نزيدوا نتقواه ونشدوا الصحيح باش ما يتقدمش. إن شاء الله هذا من أتمناه. شكرا لك رئيس بلدية رادس جوهر السماري يعطيك الصحة. كما شفنا متابعينا الكرام هذا هو الوضع كان في رادس. 10 إصابات بفيروس كورونا، حالة تعافت والحمد لله، 9 تقريبا تجاوزوا مرحلة الخطر. يعني كما قلنا الوضع في الجهات وفي الجهات الكل تقريبا هناك العمل التضامني، حاجة اللي تفرح برشا المجتمع المدني والسلطة المختصة يحاولوا يوفروا للعائلات المحتاجة والمحتاجين، يوفروا لهم على الأقل المساعدات العينية ليتمكنوا من مواصلة البقاء في العزل الصحي، لأنه مهم برشا اليوم أنك تعزل مواطن وتعزل المواطنين، لكن مهم أنك توفر لهم الأكل والشرب باش ما تخليش فرصة لحتى حد أنه يخرج للمطالبة بغير ذلك، واللي نجم يخلق حالات كبيرة من العدوى. كما قلنا المساعدات أيضا المساعدات وصلت حتى من دول أخرى، مساعدات إلى تونس كما شفنا البارح وصول طائرة من هونغ كونغ كانت محملة بالمساعدات بعد انتظار طويل، وصلت مساعدات طبية كبيرة في هذه الطائرة. خلينا نشوف أجواء وصول هذه الطائرة ثم لنعود للحديث. كما شفنا متابعينا الكرام كان هذا وصول طائرة المساعدات الصينية إلى تونس، وصلت من هونغ كونغ محملة بكمية كبيرة من المساعدات الطبية لمساعدة تونس على تجاوز هذه الأزمة وهذه المرحلة الصعبة اللي تعيشها على غرار بقية دول العالم. في برنامجنا كل مرة نحاول نتعرف على الوضع في بعض الدول العربية، شفنا سابقا ليبيا، شفنا الجزائر، شفنا عديد الدول، شفنا لبنان في يوم أمس. اليوم خلينا نشوف الوضع في مصر اللي ترتفع بها فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا على غرار بقية الدول العربية. للتعرف على الوضع في مصر ناخذ معنا حاليا الصحفي المصري أحمد سرحان. مرحبا بك أحمد.
مرحبا بك أخي. شكرا لك على هذه المداخلة. كيف هو الوضع في مصر أحمد؟ الآن الوضع في تزايد، يعني أمس كان 1400، وأول مرة في أمس يسجل نسبة وفيات 15 فرد. أعلى نسبة يعني كانت، أعلى نسبة امبارح كانت 15 فرد. نعم، وكل يوم في متابعات. والمرة الأخيرة قفلوا معهد اللي هو معهد الأورام، اللي هو المعهد الخاص بمرضى السرطان، بعد اكتشاف صابت دكتور وأكثر من يعني أكثر من 15 دكتور وممرضة، ثم يلي معهد القلب. تمام، وأمس أول أمس أغلقوا قرية كاملة من 15,000 فرد، عملوا عليها حجر صحي بسبب برضه فرح أقاموه، وكان من ضمن فيهم معازيم فيهم مصابين، فتم حجر الصحة على هذه القرية. أين أعلى نسبة إصابات يعني بالنسبة للفيروس، أين في أي منطقة أو أي محافظة مصرية؟ هي حاليا في تبقى بالقاهرة والجيزة هم أعلى حاليا، ثم يليها الشرقية ثم المنصورة. كيف العدد بتزايد؟ لأن للأسف يعني نسبة الثقافة ضعيفة شوية، يعني نسبة الثقافة مش عالية، ضعيفة، فالناس مش مستوعبة الوضع، مش مستوعبة خالص اللي احنا فيه. كيف كان تعامل السلطات مع انتشار الفيروس؟ يعني حسب ما فهمت من كلامك أستاذ أحمد أنه لا يوجد حجر صحي عام. لا، وفي حجر صحي على بعض القرى، حجر صحي عام على بعض القرى، وفي حجر صحي عام على بعض العمارات او بعض المنازل من الناس اللي اتصابت. تمام، فالتقييم وزاره الصحه على قد ما تقدر بتحاول تنزل توعيات كل يوم، بتعمل مؤتمرات صحفيه بتوعي الناس، بس في اللي بيستوعب، يعني في اللي يعني بيستجاب، وفي اللي يعني زي ما بيقولوا كده ما فيش ثقافة عنده. لكن أحمد بالمقارنة بتونس، يعني عدد الحالات في تونس وعدد الوفيات في تونس أقل، وتم اتخاذ قرار الحجر الصحي العام، لماذا لم يتم ذلك في مصر؟ متفق معك في كده، بس المشكلة شوف العدد، يعني بالنسبة إن العدد مثلا في تونس 13 أو 12 مليون، تمام، بالنسبه لمصر 100 مليون، فاكيد العدد بالنسبه لتونس انه اقل من مصر، بس بالنسبه على العدد بتاع تونس انه كتير. انت تفهمني؟ يعني مثلا تونس 12 ما ينفعش يكون فيها العدد مثلا اللي احنا عندنا، تمام؟ بس العدد اللي هو عند تونس حاليا المفروض يعني يكون اقل من كده، لان تونس برضه دوله صغيره المفروض، يعني وان هناك الشعب مثقف جدا وواعي. لأنه مقارنة بالعدد السكان والكثافة السكانية بالضبط الوضع يختلف. بالنسبة إلى التأثيرات الاقتصادية لهذا الفيروس على مصر أحمد، للأسف جميع الفنادق قفلت أغلقت، جميع الشبكات السياحية أغلقت، جميع مكاتب الطيران أغلقت، جميع المطارات الطيران حتى توقف كمان 15 يوم تاني، حتى الحظر برضه اتطبق ل 15 يوم تاني، ما زال المساجد والكنائس مغلقه، ما فيش اي تجمعات، ممنوع اي تجمعات خالص، ولا افراح ولا حفلات ولا اي بارتي. يعني تقريبا شبيه الوضع في مصر بالوضع في تونس وفي بقيه دول العالم. بالظبط بالظبط، هو كل يوم في اصابات جديده في مصر، كل يوم. يعني النهارده في لسه من 4 ساعات اسره من دمياط مكونه من 5 افراد اتصابوا، يعني اتمنى لهم الشفاء. فكل يوم في تزايد، لازم يبقى في، يعني انا شايف ان عشان الموضوع ينجح سواء في تونس او في مصر لازم يبقى حظر 24 ساعه لمده اسبوعين، 24 ساعه يتعمل حظر على الدوله كلها وعلى المحافظات. وهذا هو الغريب بالنسبة للسلطات المصرية، لماذا لم تقرر الحجر الصحي العام في كل المحافظات المصرية؟ يمكن الخوف من التداعيات الاقتصادية. التداعيات الاقتصادية، انت عندك العمالة اكتر من 23 مليون، اللي هي العمالة اليومية، اللي انا اشتغل يوم بيوم، يعني الاجر بتاعي يوما بيوم، يعني يخدم بالاجر بيوم. فطبعا كتير جدا بينزل، يعني بيبقى معاه اسره اولاد واطفال،
فلازم ينزل يخدم غصب عنه، حتى لو عارف اللي هو هيتصاب بس هينزل، هيعمل ايه؟ هذه المشكلة اللي تعاني منها عديد الدول يعني. أغلبية الدول للأسف اللي هي الاقتصاد بتاعها مش مساعدها إن هي تقعد الناس في البيت وتصرف عليها أو تتبناهم أو تفضل. مع ارتفاع نسبة الفقر في الدول العربية وفي مصر نعرف إنه نعرف إنه الأرقام يعني مرتفعة بالنسبة لنسبة الفقر، كيف كان التعامل التضامن مع هذه الفئات المحتاجة في مصر؟ والله في بعض من ممثلين من الفنانات اتكفلوا بأسر، في بعض من رجال الأعمال مش كلهم، لأن في بعض رجال الأعمال خذلونا، وفي بعض رجال الأعمال محترمين قالوا هنتكفل بالناس اللي شغالة عندنا، زي الأستاذ المحترم رجل الأعمال المحترم محمد أبو العينين وصاحب توكيل توشيبا العربي، قال أنا هتكفل بالأسر. أما من بعد من خذلونا مثل سويبس وغبوه والناس الأخرى، لا إحنا هنخصم نص يوم أو إحنا هنمشي عمالة. يعني إنه تقريبا نفس الوضع حتى في تونس طبعا، وكل قدم مساعدات تقريبا يعني حتى في تونس هناك خذلان من عدد من رجال الأعمال، رغم أنه هناك رجال أعمال يعطيهم الصحة على ما قدموه. في الختام شنية الكلمة اللي تحب تقولها أحمد سرحان للمصريين وللتونسيين أيضا؟ أنا أحب أوجه كلامي للأخوة التوانسة والأخوة المصريين، يعني إحنا كلتنا شعب واحد وكلتنا عربي واحد، ان كل يلتزم بقرار وزراء الصحه، كل يلتزم في منزله، بس الفتره دي نعديها، لازم كلتنا نلتزم، لازم كلتنا التعامل عن حزب، مفيش تجمعات مفيش اي حاجه. حسيت باي عوض اتصل بالخط الساخن او اشكر اقول لهم العوض اللي عندي، اعزل نفسي عن اهل بيتي، احاول على قد ما اقدر يعني الحجر الصحي اطبقه يعني جيد جدا، بحيث ان نقدر نقلل نسبه الاصابات، بحيث ان الدولتين يقدروا يستعيبوا الاقتصاد بتاعهم. وهذا ما نتمناه، ونتمنى للجميع الشفاء، الشفاء سواء في تونس او في مصر او في اي مكان في الوطن العربي، نتمنى للجميع الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الشفاء لكل المصريين وكل التونسيين والعرب وبقيه دول العالم من هذا الفيروس اللعين. شكرا لك الصحفي المصري احمد سرحان، يعطيك الصحه. شكرا لك. ما شفنا الأوضاع في مصر، هكا كانت الأوضاع في مصر، تمنياتنا بالشفاء لكل الشعب المصري الشقيق، إن شاء الله الوضع يتحسن في مصر وفي بقية الدول العربية، والبداية تكون بتونس إن شاء الله. احنا متابعينا، خلينا نمشي فاصل قصير ثم نعود للحديث.